هذا وقبل تحديد موعد الانتخابات، انطلقت الأحزاب بعد في حملات مبكرة ترصد خلالها صدى برامجها ورؤاها وتبحث عن التحالفات الممكنة تجنبا لما صنف تشتتا في انتخابات 23 من أكتوبر لسنة 2011. في هذا التقرير هذه قراءة في تحركات الأحزاب ورصد لتوجهاتها في هذه المرحلة. حراك واسع يعرف المشهد السياسي شبهه البعض بالميركاتو السياسي رغم عدم تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، ففي غمرة اجتماعاتها الشعبية أفصحت بعض قيادات الأحزاب عن رغباتها في تحالفات جديدة في إطار العائلات السياسية المنتمية إليها، وهي في الظرف الراهن ثلاث عائلات تقريبا. العائلة الأولى وتضم حركة نداء تونس مع ما صنف الأحزاب الدائرة في فلكها، وهي عائلة قدمت باعتبارها جبهة سياسية وانتخابية باسم الاتحاد من أجل تونس، مؤلفة من أربعة أحزاب بعد انسحاب الحزب الجمهوري، وهي بصدد تلقي طلبات أحزاب أخرى للانضمام إليها مثل الحركة الوطنية وربما المبادرة. اتحاد من أجل تونس أعلن منذ أسبوعين ولا ثلاثة أنه باش يدخل الانتخابات هذه بصفة موحدة، وبقى وأنه كلف لجنة باش تدرس شنية الصياغ العملية للتوحد هذا في الانتخابات القادمة. العائلة الثانية اليسارية التقليدية وتمثلها الجبهة الشعبية، ورغم اشتراكها مع العائلة الأولى في جبهة الإنقاذ قدرت أن الوقت لا يزال مبكرا لمناقشة إمكانيات الانفتاح على أحزاب جديدة على خلفية انصرافها إلى متابعة الوضع الحالي. اليوم نحن جاهزين وباش نكون وباش نشاركوا في الانتخابات هذه كجبهة شعبية، وغدوة لو كان طرحت جبهة انتخابية أوسع لكل مقام ومقال. العائلة الثالثة وتضم حركة النهضة والأحزاب القريبة منها تحتفظ بأوراقها وفق المحللين حتى اللحظات الأخيرة، قياديوها يكتفون بالقول إن تونس تتسع للجميع. من حق كل التوانسة بيشاركوا في إدارة الشأن العام، وأن هذه الثورة لم تأتي ليحتكر حزب أو فئة أو مجموعة الحكم والسلطة والمال، بل جاءت لتوسع في إدارة الحكم ولتحقق الديمقراطية بكل أبعادها، ومسألة التحالفات هذه مسألة معناها للنقاش. أحزاب أخرى نفت عزمها دخول الانتخابات منفردة، لذا تواصل المشاورات مع أحزاب تتقارب معها مثل الأحزاب التي تشترك في المرجعية الديمقراطية الاجتماعية. نطمح إلى أن الطيف هذا يكون عنده رافعة تنظيمية ورافعة سياسية يخوض بها الانتخابات ويضمن بها التواجد معناها مهم في الانتخابات الجاية، خاصة وإحنا تقديرنا أن العائلة الديمقراطية الاجتماعية تعبر على نسبة عالية من التوانسة إلى حد للي حد الآن ربما ما يحسموش أو ما عندهمش نوايا تصويت واضحة. خلق توازن جديد في المشهد السياسي اللي يضفي له الاستقرار اللازم بدعم هالقوى الوسطية هذه تجنبا لأخطار التجاذبات والاستقطاب الثنائي. قد يكون الحديث عن التحالفات سابقا لأوانه، لكنه يكشف بشكل تقريبي عن سباق محموم ربما نحو بناء قوى سياسية تكون قادرة على خوض الانتخابات بكل يسر.